بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین اکرام، ہم اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی سورة النازعات مکمل پڑھنا سیکھیں گے صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اس سورہ مبارکہ کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی کوشش کیجئے گا. تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سورة النازعات مکیہ، اس سورت میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، والنازعات غرقا، والناشطات، والناشطات نشطا، نشطا، والسابحات سبحا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف، يوم ترجف راجفة، راجفة تتبعها الرادفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ، قلوب يومئذ واجفة، واجفة، أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا، يقولون أئنا لمردودون، لمردودون في الحافرة، في الحافرة، أإذا كنا، أإذا كنا عظاما نخرة، عظاما نخرة، قالوا تلك إذا، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، كرة خاسرة، فإنما هي زجرة، فإنما هي زجرة واحدة، واحدة، فإذا هم بالساهرة، فإذا هم بالساهرة، هل أتاك، هل أتاك حديث موسى، حديث موسى، إذ ناداه ربه، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون،
اذهب إلى فرعون إنه طغى إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك وأهديك إلى ربك فتخشى فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم فقال أنا ربكم الأعلى أعلى فأخذه الله فأخذه الله نكال الآخرة نكال الآخرة والأولى والأولى إن في ذلك إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد أأنتم أشد خلقا خلقا أم السماء بناها أم السماء بناها رفع سمكها رفع سمكها فسواها فسواها وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأخرج ضحاها والأرض بعد والأرض بعد ذلك دحاها ذلك دحاها أخرج منها أخرج منها ماءها ومرعاها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم متاعا لكم ولأنعامكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى طامة الكبرى يوم يتذكر
إنسان ما سعى إنسان ما سعى وبرزت الجحيم وبرزت الجحيم لمن يرى لمن يرى فأما من طغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم فإن الجحيم هي المأوى هي المأوى وأما من خاف وأما من خاف مقام ربه مقام ربه ونهى النفس ونهى النفس عن الهوى عن الهوى فإن الجنة فإن الجنة هي المأوى هي المأوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها أيان مرساها فيما أنت من أنت من ذكراها ذكراها إلى ربك إلى ربك منتهاها منتهاها إنما أنت إنما أنت منذر منذر من يخشاها من يخشاها كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية إلا عشية أو ضحاها أو ضحاها صدق الله العظيم.